السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حالة يعني مرضية مشهورة قوي، وكنت بشوفها في حياتي العملية، وغالبا الحالات دي بتلف على دكاترة البطنة أو الصدر أو القلب كتير، وبيتشخص مرض تاني غالبا، وممكن يخش عناية مركزة ورعاية قلب، ويعتقد ان هو عنده جلطة في القلب او مشكلة في الصدر، وهي بتبقى اي حاجة ايه نفسية. الحالة دي بيسموها ايه؟ نوبات الخوف والهلع ايه الشديد. يعني الشخص بيجي له ايه نوبات من الخوف والهلع الشديد، فبيحس فعلا ان هو ايه حياته في ايه في خطر، وانه بيموت فعلا، وبيروح بيعتقد ان هو عنده حاجه في القلب او حاجه في الايه في التنفس او حاجه بطنيه، فبيلف وفي الاخر ايه ما بيخفش. ممكن بيقعد بالشهور والسنين ويعمل اشعاعات وتحاليل وياخد علاجات وما فيش ايه فايده، الموضوع برضو ايه مستمر ايه عنده. ففلك كان بيجي لي العيان ده بعد ما بايه ما بيلف كتير وبيبقى ايه وبياخد علاج وبايه بيخف وبقى ايه كويس، بيبقى ايه تبقى عباره عن نوبات خوف وهلع شديد. فالشخص ده بيحس بايه؟ بيحس ان في عنده ضربات قلب ضربات قلبه سريعه جدا، وبيحس بايه قلبه بيدق فعلا، بيحس بيها وبيحس انها سريعه، بيحس بخنقه في ايه في صدره، بيحس بخوف شديد مش عارف سببه ايه، بيحس انه هيموت، نفسه مش قادر ياخد نفسه ايه وبيموت، بيحس بايه برعشه وعرق شديد، بيبقى ايه يعني عايز يسيب المكان اللي فيه ده وايه ويروح ايه مكان تاني. وساعات الايه الموقف ده بيجي له في اماكن ايه مثلا معينه، مثلا ايه بيجي له مثلا هو مثلا ايه في الاسانسير، او يجي له مثلا هو مثلا بيتكلم، او بيجي له مثلا يكون ايه في اتوبيس او هو سايق، فبيبدا ايه يربط النوبات ديت بالحاجه ديت، ويبدا ايه يخاف خوف شديد من الايه الحاجه ديت، ويبدا يتجنبها على اعتقاد ان ايه موضوع الاسانسير او السواقه، او هو كان مثلا بيتكلم مع ايه قدام الناس، فهو ايه سبب في الايه مشكله ايه ديت. طبعا النوبات دي بتيجي ايه بصوره فجاه وبدون اي ايه انذار، وبتيجي في اي ملهاش ايه مكان معين، وممكن بتيجي في ايه فترات ايه متفاوته، ممكن تيجي مثلا في صوره نوبات وتفك وتيجي في ايه صوره نوبات ايه تانية. طبعا ديت ايه بتبقى زي القلق، بس بتبقى في صوره قلق شديد جدا جدا جدا، بصوره حاده يعني، وبتقعد مثلا نص ساعه ساعتين، وتبدا ايه تفك شويه وتخف شويه بشويه ايه وتروح، وتبدا ايه تتكرر ايه تاني على ايه الشخص. طبعا ممكن يبقى معاه ايه عرق، بيبقى معاه عرق، والواحد ايه يحس ان ايه شعره ايه راسه طالع، ويحس ان ايه بيبرق، وخوف توتر وقلق شديد ايه جدا. بس هي يعني المشكله ان بيبقى معاها ايه خنقه في الصدر واحساس بالموت، وعشان كده ايه غالبا بيخش ايه عنايه مركزه، او بيشوف ان هو عنده حاجه في القلب او حاجه في التنفس، وبياخد حاجات للايه للقلب او للايه للرئه، وفي الاخر ما بايه بيستجبش. انا بس ايه بقى، وطبعا تبقى ايه طبعا دي حاجه ايه نفسيه، ممكن يبقى في الانسان ده عنده قلق او توتر، او بيفكر في حاجه جامد، او في مشاكل اجتماعيه، او هو حساس، شخص ايه حساس، بيبقى علاج ايه بسيط جدا، ايه علاج ايه بسيط جدا ان شاء الله ايه هتكلم ايه عليها في فيديو ايه تاني. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، يعني ايه شارك، ليصلك كل ايه جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعسى ايه ان يكون هذا العمل ايه فيه افادة لكم مصالح. وشكرا جزيلا.